الخوذ البيضاء ضحايا فوضى السلاح شمال سوريا، إلى أين وصلت معركة دحر داعش في الرقة؟ إقرار جدول زمني لعودة نازحي الموصل، ما هي أبرز التحديات؟ وازدياد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، هل طبول الحرب تقرع في شبه الجزيرة الكورية؟ تحية طيبة مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم استديو الآن التي فيه أبرز عناويننا لهذا اليوم. روبن شاب من ألمانيا توجه إلى الرقة في سوريا لقتال مسلحي داعش باستخدام سلاح القناصة في محاولة لتجنيب أوروبا هجمات التنظيم الإرهابية. أنا هنا منذ 3 أشهر في سوريا أقاتل داعش. أنا قناص أقوم بقتل مسلحي داعش لأنني أعتقد أنه يشكل تهديدا كبيرا على أوروبا بسبب كل الهجمات الإرهابية التي يحدث معظمها هناك، وهذا سبب الرئيس للتواجد هنا. نادي الفتاة الرياضي في مدينة الموصل إحدى المؤسسات العريقة في المدينة الذي احتضن كثيرات من النساء اللواتي لمعت نجومهن في عالم الرياضة على مستوى العراق، وهو ناديهن يحتفي بهن ويستذكر من سقطن منهن ضحايا لهمجية داعش ورجعيته خلال سنوات احتلاله المدينة. نادي الفتاة الحقيقة متميز جدا في كرة الطائرة، وحصل على نتائج متميزة على مستوى القطر لأنه يمثل خيرة من الرياضيات الموجودين في جامعة الموصل، وكذلك في كرة اليد، وكذلك في كرة القدم الخماسي شكلوا فريق متميز واستطاع أن يشارك ضمن الدوري، ولكن الحقيقة ظروف داعش ومنعت كثيرا من الطالبات المشاركة والرياضيات المشاركة في المنتخبات. في يومهم العالمي يلقى الشباب دعما في مختلف دول العالم، وفي الذكرى السنوية 10 ليوم الشباب الدولي اعتمدت الجمعية العامة برنامج العمل العالمي للشباب، واضعة بذلك إطارا للسياسات العامة ومبادئ توجيهية كالتعليم ومحاربة الجوع والفقر والصحة والعولمة، من أجل اتخاذ الإجراءات الوطنية وتوفير سبل الدعم الدولي لتحسين وضع الشباب. كان حلمي اني اطلع معلمه، هلا صح تهجرنا يعني من بلد لبلد، كان كتير صعوبه اني احقق هذا الحلم، بس اجيت وحققته هون اني اعلم، وعلمت هون بهي المدرسه. اول ما اجيت لقيتهم عم يلعبوا بالوحل وبهي وبالطين، فحبيت اني جمعتهم تحت السنديانه وبديت اني اعلمهم الاشياء اللي كنت حافظتها بسوريا، صرت اعلمهم اياها هون، والحمد لله 3 سنين تعلموا معي، يعني علمتهم عربي وعلوم ورياضيات وقرآن. بالموجز مشاهدينا، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من تقسيم الرقة شمال سوريا إلى قسمين مع استمرار العمليات المدعومة من القوات الأمريكية، والتقت القوات المهاجمة من الشرق مع القوات المهاجمة من الغرب للمرة الأولى بعد أسبوعين من المعارك ضد تنظيم داعش الإرهابي، وبهذا التلاقي تكون قوات سوريا الديمقراطية نجحت في تحقيق إنجاز مادي ومعنوي على مقاتلين أنهكهم الحصار والضربات الجوية. في العراق، فرض تنظيم داعش الإرهابي حظرا للتجوال في مركز قضاء تلعفر غربي الموصل، وقام بنشر مفارزه المسلحة في التقاطعات والساحات العامة. وفي آخر التطورات الميدانية، شنت طائرات عراقية من طراز F-16 عدة ضربات جوية تمكنت خلالها من تدمير مواقع تجمع تابعة لتنظيم داعش في القضاء. في اليمن، حقق الجيش تقدما كبيرا في الجبهة الشمالية الغربية لمدينة تعز، وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الجيش سيطر على أجزاء واسعة من محيط منطقة مدارات قرب مصنع السمن والصابون، وحرر قريتي الصرة والذرة بالقرب من نقطة الهنجر باتجاه مفرق شرعب.
أيضا في أخبارنا مشاهدين، أفادت وكالة الأنباء الإماراتية نقلا عن بيان للقوات المسلحة باستشهاد 4 جنود إماراتيين في محافظة شبوة في اليمن خلال مهمة اعتيادية تعرضت فيها طائرتهم المروحية لخلل فني ما أدى إلى هبوطها اضطراريا وارتطامها بالأرض. قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الهجرة غير الشرعية القادمة من ليبيا تمثل تحديا كبيرا جدا لأوروبا. وخلال مؤتمر صحفي في العاصمة برلين، اقترحت المستشارة الألمانية توقيع اتفاقية مع ليبيا من أجل إيواء المهاجرين في ظروف إنسانية أفضل على غرار الاتفاقية التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع تركيا. أظهرت صور حديثة ملتقطة بالأقمار الصناعية استعداد كوريا الشمالية لاختبار صواريخ باليستية من على متن غواصة، بحسب ما قال خبير في شؤون الجيش الكوري الشمالي. وقال الخبير إن الصور تظهر على الأرجح استعدادات لاختبار صاروخ باليستي من طراز بحر أرض. في هذه الأثناء أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعقد يوم الاثنين المقبل مؤتمرا صحفيا كبيرا في وقت يتصاعد فيه التوتر بين بلاده وكوريا الشمالية على خلفية برنامجها النووي. إلى ذلك، أعلنت كوريا الشمالية يوم السبت عن عدد هائل من المتطوعين للانضمام إلى صفوف جيشها أو العودة إليه لقتال الولايات المتحدة في ظل التوتر الحالي بين بيونغ يانغ وواشنطن. وذكرت مصادر إعلامية في كوريا الشمالية أن نحو 3.5 مليون مواطن عرضوا الانضمام إلى الجيش الشعبي الكوري بعدما أصدرت وكالة الأنباء المركزية الكورية بيانا يوم الاثنين الماضي أدانت فيه العقوبات الجديدة التي فرضتها الأمم المتحدة. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل العسكري في فنزويلا في تصعيد مفاجئ لرد واشنطن على الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. وقال ترامب للصحفيين إن الناس في فنزويلا تعاني وتموت، وإن الولايات المتحدة لديها خيارات كثيرة لحل الأزمة بما في ذلك خيار عسكري محتمل إذا لزم الأمر. 600,000 سوري عادوا إلى منازلهم خلال الأشهر 7 الأولى من هذا العام. التفاصيل مشاهدينا بعد قليل. أحييكم من جديد. لقي 7 أفراد من الدفاع المدني مصرعهم إثر هجوم مسلح شنه مجهولون على مركزهم في بلدة سرمي شرقي مدينة إدلب، حيث قام المسلحون بسلب كافة المعدات والآليات المتواجدة في المركز ولاذوا بالفرار. وطلب الدفاع المدني في بيان له الحواجز في المحافظة بإيقاف أي سيارة تتبع لهم والتحقق من حيازاتها ورقة مهمة رسمية ممهورة بختمه، إذ أن منفذي الهجوم سرقوا سيارتين وخوذا تعود للدفاع المدني. مجزرة بحق الدفاع المدني، 7 عناصر كانوا موجودين جميعهم استشهدوا، تصفيات، تم سرقة المركز بشكل بكل ما فيه محتويات آليات ثقيل من آليات كافي، وتم سرقة حتى الدراجات النارية التابعة للعناصر. ومن بين قتل الدفاع المدني فجر اليوم بمدينة سرمين السورية المسعف محمد ديب أبو كفاح، الذي عرف عبر مقطع مصور انتشر بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي وهو ينتشل طفلة من تحت الأنقاض وتذرف دموعه فوقها. وأثارت وفاة المسعف أبو كفاح موجة حزن على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وصف مغردون على موقع تويتر موته في سوريا التي تذرف دمعا على من بكت عيناه لإخراج طفلة من بين الأنقاض. معنا مشاهدين عبر سكايب من الحدود السورية التركية إبراهيم الإدلبي، المستشار الإعلامي للجيش الحر. إبراهيم، مساء الخير، أهلا بك معنا. التطورات الميدانية في إدلب بشكل عام، وهل من مستجدات حول حادثة قتل المسعفين؟ أهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين. نعم، هذه الجريمة النكراء التي
عين البشرية، خصوصا أن من قام بهذا الفعل حتى هذه اللحظة لم يتم إلقاء القبض عليه، وما تزال التحقيقات جارية في عملية الاغتيال التي حدثت لسبعة من عناصر الدفاع المدني داخل مقر لهم في شمال إدلب، خصوصا أن المنطقة التي وقعت فيها هذه الجريمة هي تخضع لسيطرة هيئة تحرير الشام، وفي المسؤولية وفي المرحلة الأولى يتحمل هذه الجريمة النكراء هيئة تحرير الشام، لأنها هي من تراخت بالموضوع الأمني داخل المدينة، وخصوصا أنها قامت بإقصاء فصائل الجيش الحر والمعارضة المسلحة من المدينة، ومنعتهم من وضع حواجز أمنية من أجل حماية ممتلكات المدنيين والدفاع عن المدنيين ضد السرقة وأي عمليات من النهب، خصوصا أن هذه الجريمة التي حدثت حقيقة الأدلة الأولية تشير إلى أنها ليست فقط عملية سرقة بقدر ما أنها عملية انتقامية من فرق الدفاع المدني، تحديدا مركز سرمين، خصوصا أن هذه الجثث وجدت عليها آثار التعذيب، ومنها ما وجد أيضا عدد من الرصاصات قد تلقت في الجسد غير الرصاصات التي استقرت في رأس هؤلاء القتلى، وأيضا هناك بعض الجسامين التي وجدت ملوية الذراع نحو الخلف ووضع فيها الكلبشات. كل الأدلة تشير أن العملية ليست فقط عملية سرقة وسطو على مقر للدفاع المدني بقدر ما هي عملية انتقام وعملية إبراهيم لماذا هي عملية انتقامية كما ذكرت حضرتك؟ ما هو الموضوع بالضبط؟ حقيقة حتى هذه اللحظة لا يوجد لدينا الأدلة الكافية من أجل الحديث عن الموضوع، إن كان موضوع ثاري أو حتى موضوع انتقامي من فرق الدفاع المدني، خصوصا أن النظام في وقت سابق كان قد اتهم هذه المنظومة أنها منظومة إرهابية، والجميع يعلم أن النظام لديه عملاء بالوكالة في المنطقة، إن كانت الجماعات الإرهابية المتطرفة الموجودة في شمال سوريا أو حتى عملاء المخابرات الموجودين في الوكالة. عملية السرقة التي حدثت حقيقة لم تكن مكتملة، لأنها وجدت السيارات أو بعض من الممتلكات التي سرقت محروقة في ريف إدلب، أي أن السارق لم يكن هدفه السرقة بشكل مباشر من هذا المقر بقدر ما كان هدفه هو خلخلة الأمن والأمان لمنظومة الدفاع المدني التي حقيقة أنقذت الكثير من الأرواح في إدلب وريفيا، إن كان من غارات النظام أو حتى الطيران الروسي المتواصل في إدلب وريفيا. هل يعني نحن نعلم أنه هيئة تحرير الشام لديها انتهاكات سابقة، لكن بخصوص فرق الدفاع المدني هل هذا الانتهاك لأول مرة يحدث؟ طبعا هذه ليست المرة الأولى بالنسبة لانتهاكات فرق الدفاع المدني، كان هناك في وقت سابق عملية سطو بشكل مباشر وعلني لسيارات الدفاع المدني في ريف إدلب الجنوبي من قبل الهيئة، وتم استعادة هذه الممتلكات وإعادتها لفرق الدفاع المدني لأنها منظومة إنسانية تقوم بحماية الأرواح المدنيين أو نقل المصابين. أيضا كان هناك انتهاك آخر من قبل استهدافها من قبل الطيران الروسي لعدد من مقراتها في إدلب وريفيا. أيضا هذه الحادثة التي حدثت أو التي حصلت صباح اليوم من مقتل هؤلاء السبع عناصر داخل مقرهم تصفية برصاصة بالرأس، ومنهم من تلقى غيرها في جسده، طبعا لا يمكن تحميل المسؤولية بشكل كامل للفصائل، إنما بشكل خاص إلى من يسيطر على المنطقة. نعم من قام إبراهيم هيمنة على منطقة سلمين وهي هيئة تحرير الشام في بداية الأمر أنها تقوم بفرض الأمن والأمان، وخصوصا الجميع يعلم أن المنطقة التي توجد فيها هيئة تحرير الشام هي المنطقة الأكثر تعرض للبلبلة والخلخلة الأمنية وعملية السرقات، لأنها ليست قادرة حقيقة على ضبط الأمن والأمان في أي منطقة تتواجد فيها. شكرا جزيلا لك. من الحدود السورية التركية حدثنا إبراهيم الإدلبي المستشار الإعلامي للجيش السوري الحر. قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 600 ألف سوري عادوا إلى منازلهم خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، وهو ذات العدد تقريبا الذي عاد فيه نازحون على مدى عام 2016 كله، لكن النازحين الجدد ما زالوا يفوقونهم عددا. التفاصيل مشاهدين ضمن التقرير التالي. منذ مطلع العام 2017 وأخبار إعلان وقف إطلاق النار وإقامة هدنة يتكرر كثيرا، وعلى الرغم من أن معظم إن لم تكن كل الهدنات تعرضت للخروقات، إلا أن مجرد إعلانها يعطي السوريين أملا يجعل بعضهم يهمون بالعودة إلى بيوتهم ومناطقهم غير الآمنة تماما. وبهذا الشأن قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 600 ألف سوري عادوا لمنازلهم في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، وهو نفس العدد تقريبا الذي عاد فيه نازحون على مدى عام 2016 كله، لكن النازحين الجدد ما زالوا يفوقونهم عددا.
وبحسب المنظمة فإنه لا يمكن تأكيد فيما إذا كانت حالات العودة طوعية أو آمنة أو حتى مستدامة. وذكرت المنظمة أن 67% من حالات العودة هذا العام كانت لمحافظة حلب التي يسيطر عليها النظام. وقالت المنظمة إن معظم السوريين الذين عادوا لديارهم بين كانون الثاني وتموز والذين يفوق عددهم 600,000 سوري هم ممن نزحوا داخل البلاد أثناء الحرب، لكن الباقين ونسبتهم 16% عادوا من تركيا ولبنان والأردن والعراق. المنظمة في المقابل قالت إن نحو 800,000 سوري تشردوا هذا العام، معظمهم للمرة الثانية أو الثالثة، وفي المجمل لا يزال أكثر من 6 ملايين نازح داخل سوريا. تواصلت الاشتباكات العنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات الخاصة الأمريكية من جهة وأفراد تنظيم داعش من جهة أخرى على محاور في محيط حي نزلة شحادة والمدينة القديمة في المدينة إثر هجمات معاكسة ينفذها أفراد التنظيم. وترافقت الاشتباكات مع قصف من طائرات قوات التحالف الدولي على محاور القتال ومناطق سيطرة تنظيم داعش في المدينة، ومعلومات عن مزيد من الخسائر البشرية جراء القصف، ومعلومات كذلك عن خسائر بشرية في صفوف طرفي القتال. معنا مشاهدين من عين عيسى مصطفى بالي، مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية. سيد مصطفى أهلا بك معنا، إلى أين وصل تقدم قوات سوريا الديمقراطية في الرقة حتى الآن؟ مرحبا بكم. بالفعل قواتنا تتقدم يوما بعد يوم لتحرير ما تبقى من مدينة الرقة واستكمال التحرير بشكل نهائي. كنا قد أعلنا قبل يومين أن الجبهتين الشرقية والغربية قد استطاعتا أن تفتح ثغرة وتتصل ببعضهما البعض وتضييق الخناق على المرتزقة داخل المدينة. طبعا هذا التقدم بطبيعة الحال يؤدي إلى ردود فعل عكسية أو حركة ردة فعل عكسية من قبل مرتزقة التنظيم الإرهابي، والمحاولة محاولة عرقلة قواتنا أو محاولة تشتيت القوى من خلال إشغال جبهات إضافية لإشغال القوات عن التقدم إلى داخل المدينة. على هذا الأساس كانت في اليومين الماضيين وخاصة منذ يوم أمس حتى الآن هجمات بالسيارات المفخخة التي تعاطى معنا قواتنا من خلال تفجيرها عن بعد، وكذلك الأحزمة الناسفة واستخدام الأنفاق. عموما المعارك العنيفة كانت اليوم في حي الروضة بالإضافة إلى حي الرقة القديم والهجوم على محور نزلة شحادة. السيارة المفخخة التي كان يقودها انتحاري ومعه مرتزق آخر يغطي ناريا عليه استطاعت أن تقترب إلى مسافة معينة من قواتنا واستطاعت قواتنا تفجيرها، لكن كانت هناك إصابات بين قواتنا، 4 مقاتلين أصيبوا بجراح. في المحاور الأخرى ما زالت المعارك مستمرة وبشكل عنيف وشرس. أعتقد أن الأيام القليلة القادمة ستشهد تطورات ملحوظة لانتقال المعارك إلى داخل عمق المدينة. نعم. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. حدثنا من عين عيسى مصطفى بالي، مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية. تتزايد أعداد المقاتلين الأجانب الذين يشاركون إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية في معركة تحرير الرقة رغبة منهم في محاربة الإرهاب المتمثل بتنظيم داعش حتى لا تصل هجماته الإرهابية إلى أوروبا. روبن أوركشين، مقاتلان أجنبيان قدما من ألمانيا قادما من ألمانيا وإسبانيا إلى سوريا ليشاركا في التخلص من قناصة التنظيم المتمركزين في مدينة الرقة. التفاصيل مشاهدينا في تقرير مراسلتنا روناك شيخي. على متن إحدى العربات المصفحة ندخل الأحياء الشرقية في مدينة الرقة برفقة مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية. نحن الآن داخل أحد عربات قوات سوريا الديمقراطية، كان علينا أن نستقل هذه العربة للانتقال من نقطة إلى أخرى بسبب خطورة المكان. منذ دخولنا الجبهة يرافقنا شيرو الذي كان شاهدا على استهداف حافلة تقل صحفيين بعربة مفخخة يقودها انتحاري في ذات الطريق الذي نسلكه. السيارة اجت من وين؟ من الشارع هذا، فاتت لجوع الشارع الثاني، طقت هنا. هناك استهدفت الصحفيين؟ استهدفت الصحفيين. كم واحد كانوا؟ كانوا شيء أربعة صحفيين كانوا جوا.
في رفاق يعني في رفاق استشهدوا جوا من رفاقنا، في رفيق صحفي زاد الصاوب. حجم الدمار وبقايا السيارات المحترقة في هذا الحي يدل على ضراوة المعارك. وفي نقطة مرتفعة نسبيا تتمركز فرقة القناصة الأجنبية المكونة من 4 مقاتلين، ويعتمد قناصو الفرقة على الرصد المباشر لمقاتلي داعش، ومن ثم تنفيذ خطة محكمة لقتل أكبر عدد ممكن دون فتح المكان الذي يعد استراتيجيا. ويقاتل في هذه الفرقة روبن الذي جاء من ألمانيا لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي. I'm here now for 3 months in Syria fighting ISIS and أنا هنا منذ 3 أشهر في سوريا أقاتل داعش. أنا قناص أقوم بقتل مسلحي داعش لأنني أعتقد أنه يشكل تهديدا كبيرا على أوروبا بسبب كل الهجمات الإرهابية التي يحدث معظمها هناك، وهذا سبب الرئيس للتواجد هنا. على محور آخر، في ذات النقطة يمضي أوركيش القادم من إسبانيا ساعات طويلة لترقب عناصر التنظيم الذين يحاولون التسلل فرادى إلى الأحياء المحررة. أنا من إسبانيا وقد قدمت إلى شمال سوريا. أنا قناص ونقوم بالتخلص من القناصين في مدينة الرقة. تعتمد قوات سوريا الديمقراطية على مقاتلين من أغلبية كردية وعربية، في حين انضم بعض المقاتلين الأجانب إليها مؤخرا رغبة منهم في قتال الإرهاب المتمثل بداعش. رونك شيخي لأخبار الآن من داخل مدينة الرقة. استوديو الآن مستمر مشاهدين، وفيه أيضا بعد تحريرها من داعش فتيات الموصل يمارسن الرياضة مجددا. أحييكم من جديد. كشف وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد الجاف عن صياغة جداول زمنية لإعادة نازحي محافظة نينوى في العراق إلى مناطقهم المحررة وعرضها على رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي للمصادقة عليها والشروع بتنفيذها. هذا وتأتي تلك الخطة في الوقت الذي ما يزال فيه أكثر من 900,000 مهجر ينتظرون العودة إلى منازلهم في مدينة الموصل. التقرير التالي مشاهدينا والتفاصيل. نحو 1,000,000 نازح عراقي ينتظرون عودتهم إلى منازلهم التي خرجوا منها قسرا بفعل الانتهاكات التي مارسها أفراد تنظيم داعش بحق أبناء مدينة الموصل والحرب التي دمرت منازلهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية. جهود تبذلها الجهات الأمنية في مدينة الموصل لتأمين عودة المهجرين، وتقدم كبير تشهده العمليات العسكرية التي قد تفضي إلى تطهير كامل الموصل من خلايا داعش النائمة، ما دفع وزارة الهجرة والمهجرين العراقية لإقرار جدول زمني لعودة المهجرين إلى منازلهم في نينوى. الوزارة أكدت في بيان أنها تعمل مع كافة الجهات المعنية لتسهيل عودة كافة النازحين بشكل طوعي واختياري بعد تأمين كافة المناطق المحررة وعودة الاستقرار إليها، فوضعت الجدول الزمني وناقشت الأسباب التي تحول دون عودة العوائل النازحة إلى مناطقهم والعمل على إزالة تلك الأسباب. الوزارة كانت قد دعت الوزارات المعنية إلى الإسراع في إعادة تأهيل المناطق المتضررة وإزالة كل العوائق التي تعترض عودة النازحين البالغ عددهم 950,000 مدني عاد منهم خلال الأيام الماضية نحو 35,000 موصلي يقطنون في أحياء متفرقة من الجانبين الأيمن والأيسر لنهر دجلة. عودة النازحين الموجودين في المخيمات كانت الأكثر إلحاحاً، إذ يبلغ عددهم بحسب الحكومة العراقية 359,000 نازح، نحو 100,000 يقطنون 6 مخيمات في قاطع أربيل، وأكثر من 240,000 يقطنون 7 مخيمات في قاطع نينوى، إضافة إلى 12,000 نازح في قاطع دهوك الذي يشمل 3 مخيمات. مئات الآلاف من الموصليين ينتظرون نفض غبار الحرب عن منازلهم والعودة إلى مدينتهم التي أحبوها ودمرها دعاة الظلام الداعشي. للحديث عن الموضوع مشاهدينا تنضم إلينا من العاصمة العراقية بغداد عبر الأقمار الصناعية السيدة نورة البجاري عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى.
سيدة نورة، مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. إلى أين وصلت استعدادات الجهات الأمنية العراقية لعودة نازحي مدينة الموصل، وهل من سقف زمني لإنهاء هذه الاستعدادات؟ مساء النور وأهلا بكم ومشاهدي قناتكم. يعني اليوم كما تحدث تقريركم، وبصراحة الصورة مؤلمة جدا عن ما نلاحظه من دمار محافظة نينوى وخاصة الموصل القديمة، لكن أنا لدي تعليق بأن اليوم النازحين لدينا أشكال عديدة من النازحين. قسم من النازحين يستطيعون أن يعودوا إلى منازلهم والخدمات أعيدت إلى بعض مناطق الساحل الأيمن، لكن القسم الأكبر في مدينة الموصل القديمة حتى لو كان هناك جدول زمني ووافق السيد الرئيس الوزراء على عودة هؤلاء النازحين، لن يستطيعوا هؤلاء النازحين أن يعودوا إلى منازلهم بسبب الدمار الذي لحق بمدينة الموصل القديمة. كيف سيعودوا وليس لديهم منازل، والمنازل سويت بالأرض، ولا سيبقون في المخيمات؟ أنا حسب وجهة نظري أكثر من سنة سيبقون هؤلاء النازحين من الموصل القديمة. قسم آخر، لدينا مناطق تحررت قبل أكثر من سنة، لكن بسبب الخلافات السياسية والتغيير الديموغرافي وسيطرة بعض الجهات على هذه المناطق أيضا لا يستطيعون هؤلاء النازحين العودة. اليوم نحتاج ليس فقط إلى مصادقة رئيس الوزراء على عودة النازحين، ولكن أن يكون هناك توافق سياسي، وأن يكون هناك إعادة للخدمات، وأن يكون تكون مصالحة مجتمعية، وأن يكون هناك تعايش سلمي بين المكونات في المناطق المختلطة، حتى نستطيع أن نقول اليوم فعلا أهالي نينوى النازحين سيعودون إلى مناطقهم التي تحررت. سيدة نورة، ذكرتي حضرتك خلال حديثك أن هناك مناطق سويت في الأرض، هل من خطة مبدئية وضعت لتعويض المدنيين الذين فقدوا ممتلكاتهم من منازل وما يملكون داخل المنازل وغير ذلك، تعويض خسائرهم يعني؟ نعم، يعني الحكومة عدت خطة يعني على 5 مراحل. المرحلة الأولى والثانية والثالثة هي مراحل إحصاء فقط للأضرار الموجودة في المدينة، سواء من البنى التحتية أو من أضرار المواطنين. والخطة يعني المرحلة الرابعة والخامسة هي لمرحلة البناء والإعمار. خطة الإعمار تبدأ في عام 2018. هذه الخطة حوالي 100 مليار دولار تكلف إعادة إعمار المناطق المحررة، ليس فقط نينوى وإنما كل المناطق المحررة. نينوى وحسب أنا نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار تحتاج إلى حوالي 40 مليار دولار لإعادة الإعمار، لكن اليوم المشكلة نحن كيف سنعيد هذه المناطق، خاصة الموصل القديمة، الدور متلاصقة، البناء صعب في هذه المناطق، والمحلات الموجودة هي أفرع يعني رفيعة جدا وضيقة عفوا جدا، وحتى البناء لا نستطيع أن نعيد البناء كما كانت. نحتاج إلى أن تكون هناك شركات عالمية وشركات كبرى تعيد بناء هذه المناطق، خاصة الموصل القديمة. وأيضا هناك مشكلة، نحن نريد أن يعني يعاد بناء الموصل بأهلها وساكنيها كما كانوا، لأن يكون هناك تعايش من كل المكونات الموجودة في الموصل القديمة، من الأخوة المسيحيين، من التركمان، من كل الطوائف والمكونات، حتى لا يكون هناك تغيير ديموغرافي في عادة العوائل إلى يعني مساكنها سابقا. لكن هل ممكن تعويضهم ماديا وهم من يقومون ببناء منازلهم؟ لا، اليوم كان هناك خطة تعويض فقط للسيارات التي حرقت، هناك دعاوي قدمت في المحاكم في مدينة الموصل، لكن لحد الآن لم يعوض أي مواطن. وبالنسبة للدور، لحد الآن على أساس أن هناك لجنة في محافظة نينوى ستقوم بجرد هذه الأضرار، ولكن لحد الآن لا يوجد أي تعويض للمواطنين. لذلك اليوم مسؤولية الحكومة أن يكون هناك تعويض للدور التي تضررت وسويت بالأرض لإعادة بنائها. سيدة نورة، بينما يتم الانتهاء من عمليات تأمين المدينة وعودة الأهالي إلى المناطق جميعها بحلول 2018 كما ذكرتي، ما حجم الدعم الذي تتلقاه الأسر النازحة في مخيمات اللجوء؟ يعني مع الأسف اليوم المساعدات التي تصل إلى مخيمات النزوح، خاصة بعد الموجة الكبيرة جدا من الموصل القديمة، هي فقط المواد الغذائية الإغاثية. المنظمات الدولية اليوم، بالرغم من أن هناك منظمات دولية ودول تساعد العوائل النازحة، لكن العدد كبير جدا،
ومستوى الكارثة كبير جدا، لذلك اليوم درجات الحرارة عالية جدا في المخيمات، وهناك نقص كبير جدا في يعني الخدمات الصحية وفي يعني موضوع المياه والكهرباء في المخيمات، لذلك هناك نقص كبير جدا. لذلك نناشد اليوم الدول العربية وجميع الدول والمنظمات الإنسانية أن تقف إلى جانب نازحي أبناء محافظة نينوى في المخيمات، وخاصة أبناء الموصل القديمة. شكرا جزيلا لك السيدة نورة البجاري، عضو مجلس النواب في محافظة نينوى، لهذه المشاركة. ما نزال في العراق إذا قام نادي الفتاة في الموصل مهرجانا لاستذكار شهيدات الرياضة النسوية في الموصل اللواتي قتلن على يد إرهابي تنظيم داعش، حيث تم رفع لافتات تحمل صور وأسماء عدد من لاعبات المدينة التي سقطن ضحية إرهاب التنظيم واستهدافه لهن خلال فترة احتلاله المدينة. من بين أهم النشاطات في الموصل التي بطش داعش بها ومنع ممارستها هي الرياضة، فحالها حال بقية الفعاليات الشبابية الأخرى عانت من ظلم هذا التنظيم وإرهابه منعا وحرقا وسرقة لمؤسساتها، حيث عانى رياضيو المدينة من تضييق وتقييد همجي لحرياتهم الشخصية والعامة خلال السنوات الثلاث من احتلال داعش. نادي الفتاة الحقيقة متميز جدا في كرة الطائرة، وحصل على نتائج متميزة على مستوى القطر، لأنه يمثل خيرة من الرياضيات الموجودين في جامعة الموصل، وكذلك في كرة اليد، وكذلك في كرة القدم الخماسي، شكلوا فريق متميز واستطاع أن يشارك ضمن الدوري، ولكن الحقيقة ظروف داعش ومنعت كثيرا من الطالبات المشاركة والرياضيات المشاركة في المنتخبات. نادي الفتاة الرياضي في الموصل إحدى المؤسسات العريقة في المدينة الذي احتضن الكثيرات من النساء اللواتي لمعت نجومهن في عالم الرياضة على مستوى العراق، وها هو ناديهن يحتفي بهن ويستذكر من سقطن منهن ضحايا لهمجية داعش ورجعيته خلال سنوات احتلاله المدينة. نادي الفتاة كان يعني مستهدف من قبل الإرهابيين، والنتيجة أنه تفضلوا شوفوا يعني الصور تثبت ذلك، احنا عندنا توثيق أنه النادي احترق بالكامل والتجهيزات كلها سرقت من قبل الإرهابيين، وطبعا النشاطات توقفت خلال فترة الإرهابيين. مقر نادي فتاة الموصل الرياضي ومرافقه تعرضت لأعمال سرقة وتخريب وإحراق من قبل مقاتلي داعش إبان احتلالهم المدينة، حيث كانوا يعدونها إحدى المؤسسات التي تخالف أفكارهم الظلامية، حتى أصدر التنظيم ما وصفه حرمة ممارسة الرياضة من قبل النساء. حيث قامت وزارة الشباب والرياضة بدعم نادي الفتاة الرياضي الذي قدم تضحيات من شهيدات وجرحى ومفقودات، صراحة من المعيب على عصابات داعش أن يقوموا بإيذاء النساء وإيذاء البريئات. هذا الاحتفال تخلوه عدة فقرات من ألعاب رياضية على كافة الفئات العمرية، نسوية وشبابية وللأشبال. العديد من الفرق الرياضية في الموصل شاركت نادي الفتاة احتفاءه بشهيدات الرياضة في الموصل من خلال ألعاب وفعاليات استضافتها ملاعب النادي، وسط شعارات حملت أسماء للاعبات قضين من أجل مدينتهن على يد داعش. واليوم أصبحنا المحرك الأهم لإعلان عودة نادي الفتاة الرياضي ليفتح أبوابه مرة أخرى أمام من يمتلكن مواهب وإمكانات رياضية في الموصل. استوديو الآن مستمر مشاهدين، وفيه بعد قليل ارتفاع عدد ضحايا تصادم قطارين في الإسكندرية إلى 49 قتيل. أحييكم من جديد. ارتفع عدد ضحايا تصادم قطارين بالقرب من محافظة الإسكندرية إلى 49 قتيل، فيما أصيب نحو 125 آخرين بجروح. ووقع الحادث في منطقة خورشيد بين قطار قادم من القاهرة إلى الإسكندرية وآخر متجه من الإسكندرية إلى بورسعيد وفق مسؤول مصري.
تتكرر حوادث القطارات في مصر بسبب تقادم القطارات وقلة صيانة السكك الحديدية وضعف المراقبة، وتقع حوادث قاتلة بين قطارات وسيارات أو حافلات تعبر تقاطعات السكة الحديد. وفيما يلي مشاهدين أبرز حوادث القطارات في مصر منذ أكثر من عقدين. في شهر كانون الثاني يناير من عام 2013، 19 قتيلا و120 جريحا بعدما خرج قطار عن مساره في مدينة البدرشين جنوب القاهرة. في شهر تشرين الثاني نوفمبر من عام 2012، 51 قتيلا معظمهم أطفال في اصطدام قطار بحافلة في قرية المنفلوط وسط مصر. في شهر تشرين الأول أكتوبر من عام 2009، 30 قتيلا و50 جريحا في اصطدام قطارين في منطقة العياض جنوب القاهرة. في شهر آب أغسطس من عام 2005، 58 قتيلا وأكثر من 140 جريح في تصادم قطارين في مدينة قليوب شمال القاهرة. أيضا في شهر شباط فبراير من عام 2002، أكثر من 350 قتيلا في حريق على متن قطار في منطقة الصعيد. وفي شهر كانون الأول ديسمبر من عام 1995، 75 قتيلا في اصطدام قطارين في مدينة البدرشين جنوب القاهرة. في آخر التطورات بين النزاع الأمريكي الكوري، تزداد وتيرة النزاع والمشادات الكلامية، فترامب يأمل من جهته أن تكون كوريا الشمالية قد فهمت تماما خطورة تحذيره من القيام بأي عمل عسكري ضد الولايات المتحدة. ومن جهة مقابلة ذكرت كوريا الشمالية أنها سوف تطلق صواريخ باليستية ستمر بأجواء ثلاث مقاطعات قبل السقوط في المياه قبالة غوام. مزيد من التفاصيل مشاهدين في سياق تقرير الزميل ماهر أبو لبدة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا كبيرا، وذلك في وقت يتصاعد فيه التوتر بين بلاده وكوريا الشمالية على خلفية برنامجها النووي، وأنه يأمل أن تكون كوريا الشمالية قد فهمت تماما خطورة تحذيره من القيام بأي عمل عسكري ضد الولايات المتحدة أو حلفائها. البيت الأبيض بدوره أعلن أنه يجب على كوريا الشمالية التخلي عن سلوكها الاستفزازي والتصعيدي. السلطات اليابانية قررت نشر أنظمة اعتراض الصواريخ في أجزاء غربية من البلاد بتكثيفها قوات الدفاع الذاتي لمراقبتها على مدار الساعة لتحركات كوريا الشمالية، وقامت بإرسال قوات الدفاع البحرية إلى بحر اليابان لتعقب الصواريخ البالستية. في الوقت الذي ذكرت فيه كوريا الشمالية أنها سوف تطلق صواريخ باليستية ستمر بأجواء ثلاث مقاطعات قبل السقوط في المياه قبالة غوام، بالإضافة لنشرها تقرير يوضح أن ما يقرب من 3.5 مليون من الشباب والجنود المتقاعدين قدموا طلبا للانخراط أو إعادة الانخراط في الجيش للانتقام من الولايات المتحدة بسبب العقوبات الاقتصادية الأخيرة التي أقرها مجلس الأمن الدولي بحسب التقرير. وزيرة خارجية كندا دانت بدورها التصرفات الأخيرة للنظام الكوري الشمالي، معتبرة أن برنامجه النووي يشكل تهديدا خطيرا للعالم يجب أن يتوقف، في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تحمل المسؤولية ومنع أي تصعيد في التوتر بعد أيام عدة من السجال الجادي بين واشنطن وبيونغ يانغ. وأعرب في بيان له عن قلقه إزاء التهديد النووي والصاروخي المتفاقم في كوريا الشمالية. الحكومة الصينية طالبت كل من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بالتوقف عن سياستهما القديمة باستعراض القوة، وهو التكتيك الذي ترى بكين أنه يزيد من حدة التوتر في المنطقة. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حذر من أن مخاطر اندلاع نزاع بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية كبيرة جداً، فيما أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن رفضها استخدام القوة والتصعيد الكلامي لحل النزاع مع كوريا الشمالية. وللحديث عن الموضوع ينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف الأستاذ محمد حامد، الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية. أستاذ محمد أهلا بك معنا. إلى أين يسير هذا التوتر واستعراض القوى بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وإلى أي مدى الولايات المتحدة جادة من خلال متابعتكم في الرد عسكريا على استفزازات كوريا الشمالية؟ طبعا أنا بحضرتك أنا بشوف العلاقات الكورية الشمالية مع الولايات المتحدة علاقات متوترة في الفترة الأخيرة، وأن التصريحات الكلامية التي يطلقها الرئيس ترامب في الفترة الحالية بتتطابق مع تصرفاته بشكل عام في بناء سياسته الخارجية، عندما وصف الرئيس السوري بالحيوان من قبل، السخرية من طرد الدبلوماسيين الروس الأمريكان في روسيا،
كل هذه الممارسات تدل أن الولايات المتحدة ترغب في عقد محادثات أو إحياء المحادثات السداسية مرة أخرى أو بناء محادثات جديدة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة أو على الأقل بناء محادثات سرية، وهذا ما تحدث عنه ريكس تيلرسون منذ أسبوع في إحدى المحافل الآسيوية في القارة الآسيوية. إن فعلا حدث الرد العسكري من الجانب الأمريكي، ما حجم المتوقع وما هي تبعاته من بلدين بهذا الثقل الدولي وأيضا انعكاساته على الساحة الدولية؟ طبعا أنا بشوف أن الولايات المتحدة قدام تهديد حقيقي من كوريا الشمالية، خاصة جزر جوام اللي هي تابعة أو المواطنين اللي فيها أصبحوا تابعين للولايات المتحدة منذ الخمسينات من القرن الماضي، وهي جزيرة استراتيجية للغاية للولايات المتحدة. وبشوف أن تهديدات كوريا الشمالية ليست فرقاء إعلامية مثل الماضي، ولكن هذه المرة يبدو أن الأمر أكثر جدية نتيجة خاصة في ظل الإدانات والتحذيرات الدولية من عواصم أوروبية زي برلين وباريس وما إلى ذلك من الدول التي ترفض التصعيد بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة. أستاذ محمد، برأيكم لماذا هذا التركيز على جزيرة غوام؟ يعني فقط كما ذكرت حضرتك أنه هي موقع استراتيجي، جزيرة استراتيجية، أم هناك أسباب أخرى؟ لا، أنا بشوف أن دي ممكن تكون من رؤية القيادة الكورية أن دي أقرب نقطة لاستفزاز الولايات المتحدة، وكمان بتمر باليابان. اليابان كانت عملت إجراءات برلمانية لحماية حلفاء حليف الولايات المتحدة عبر تشريع يسمح باعتراض أي صواريخ أو أي إزاء يتعرض له أي حليف لطوكيو، ولذلك وجدنا استنفار كبير في الجيش الياباني لم يوجد أي تهديدات كوريا الشمالية ضد القوات الأمريكية الموجودة في شبه جزيرة كوريا أو في جزيرة غوام. طيب، في حال استمرت كوريا الشمالية في برامجها البالستية، ما حجم التهديد الذي يحدق بالعالم؟ لا، أنا بشوف أن الملف كوريا الشمالية يمكن حله عبر الصين، والصين بتمسك بهذا الملف للضغط على الولايات المتحدة وعلى روسيا، وتؤكد أنها لديها ثقل سياسي كما لديها ثقل اقتصادي، فيجب أن تكون بكين الضغط الأول والرئيسي على كوريا الشمالية لتخفيض التوتر في تلك المنطقة ولتحجيم البرنامج النووي أو نزعه، أو تحجيم البرنامج الصاروخي، وهذا ما يرغب فيه كثير من الدول بل العالم بأجمعه. ماذا إن أستاذ محمد لم تضغط الصين على كوريا الشمالية؟ ما الذي يمكن الآن أن يردع كوريا الشمالية في إيقاف استفزازاتها للدول وأيضا استمرارها في تطوير برامجها البالستية؟ المزيد من العقوبات وفتح قناة حوار سلمية أو إعادة إحياء المحادثات السداسية مرة أخرى. علينا أن نستبعد الحل العسكري من طرف القوى الدولية لأنه لن يكون مجدي وسيؤدي إلى تهديد السلم والأمن الدولي. شكرا جزيلا لك. حدثنا من القاهرة عبر الهاتف الأستاذ محمد حامد، الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية. مشاهدينا، استوديو الآن فيه بعد قليل. العالم يحتفل بيوم الشباب الدولي. أحييكم من جديد. يحتفل العالم اليوم باليوم الدولي للشباب، وفي الذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للشباب اعتمدت الجمعية العامة برامج العمل العالمي للشباب، واضعة بذلك إطارا للسياسات ومبادئ توجيهية من أجل اتخاذ الإجراءات الوطنية وتوفير سبل الدعم الدولي لتحسين وضع الشباب. التقرير التالي والتفاصيل. في يومهم العالمي لقي الشباب دعما في مختلف دول العالم، وفي الذكرى السنوية العاشرة ليوم الشباب الدولي اعتمدت الجمعية العامة برنامج العمل العالمي للشباب، واضعة بذلك إطارا للسياسات ومبادئ توجيهية كالتعليم ومحاربة الجوع والفقر والصحة والعولمة من أجل اتخاذ الإجراءات الوطنية وتوفير سبل الدعم الدولي لتحسين وضع الشباب.
يؤدي برنامج الأمم المتحدة المعني بالشباب مهمة مركز التنسيق فيما يتصل بقضايا الشباب على صعيد الأمم المتحدة، وهو يطلع بنطاق من الأنشطة الرامية إلى تعزيز تنمية الشباب، بما في ذلك دعم عمليات صنع السياسات على المستوى الحكومي الدولي وإجراء الأبحاث التحليلية وزيادة فعالية أعمال الأمم المتحدة في مجال تنمية الشباب. ومنذ اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2250 عام 2015، وهناك اعتراف متزايد بأن إدماج الشباب في جدول أعمال السلام والأمن وفي المجتمع على نطاق أوسع هو عنصر أساسي في بناء السلام واستدامته، ويؤكد قرار آخر لمجلس الأمن على الدور الهام الذي يمكن أن يؤديه الشباب في ردع الصراعات وحلها، وهم عناصر أساسية في ضمان نجاح جهود حفظ السلام وبناء السلام على حد سواء. واليوم فإن برنامج العمل العالمي من أجل الشباب يؤدي دورا رئيسيا في تنمية الشباب، حيث يركزون على التدابير الرامية إلى تدعيم القدرات الوطنية في ميدان الشباب، ومن أجل زيادة نوعية وكمية الفرص المتاحة للشباب، بحيث يتسنى لهم مشاركة كاملة وفعالة وبناءة في مجتمعهم. وللحديث أكثر حول الموضوع ينضم إلينا مشاهدينا عبر الهاتف من جدة الدكتور شادي خوندنا، عضو اللجنة الوطنية لشباب الأعمال. دكتور شادي أهلا بك معنا. إلى أي حد يمكن القول إن الشباب على وجه الخصوص في الوطن العربي وجدوا دعما من كافة الصعد؟ نحن نتحدث هنا عن الدول التي تعيش تحت خط الفقر مثل اليمن، التي تعاني من البطالة مثل مصر، أو من تعاني من عدم استقرار أمني مثل العراق وسوريا واليمن. حياكم الله. طبعا هذا اليوم يوم مهم جدا، اليوم العالمي للشباب، وهو رقم 17 لانه 17 سنه اقر، وهذه السنه تحديدا يعني كان الاهتمام من الامم المتحده بموضوع السلام، فقالوا السلام من صنع الشباب. طبعا في العالم العربي نحن اكثر من يمتلك مقومات السلام، واصفر الشعوب السلام، اكثر الشعوب حاجه الى السلام. انا اعتقد اليوم الصوره مختلفه، في مبادرات كثيرة على مستوى الدول في العالم العربي يعني تعطي الشباب حرية الرأي، تعطي الشباب المشاركة في القرار، تعطي الشباب الدخول في القطاعات المختلفة والعمل فيها. يمكن زمان كانت الفرص أقل، لكن فيما يخص موضوع السلام كثير من الدول لا تزال متأخرة. يعني ذكرتي مصر، ذكرتي اليمن على سبيل المثال، اعتقد قدامها شوط طويل على ان تصل الى يعني خط بدايه في هذا الموضوع فيما يدعم الشباب بخصوص السلام. هناك تركيز على هذه الدول بشكل خاص دكتور؟ عفوا؟ هناك تركيز بشكل خاص على هذه الدول التي يحتاج الشباب فيها الى دعم اكثر من بقيه دول اخرى؟ بالتاكيد طبعا، هذه من برامج الامم المتحده وايضا من برامج العالم العربي. يعني مثلا مركز الملك سلمان يركز على هذا الامر، لكن الفكره وما فيها انه هذه الدول فيها مقومات كثير ضعيفه من موضوع الانفراستراكشر، البنيه التحتيه، حتى الفرص فيها قليله للجميع وليس فقط للشباب، لذلك هي تفتقر الى هذه المقومات. طيب، أهمية وجود الدعم الفعلي دكتور للشباب لتفعيل دورة في ردع الصراعات وتنمية الأوطان من جهة، وعدم الانجراف وراء التطرف والجماعات الإرهابية من جهة أخرى؟ أعتقد اليوم في مراكز كثيرة الحمد لله في الدول العربية تدعم هذا الأمر، من ضمنها مؤسسة محمد بن راشد على سبيل المثال، مركز الملك، مركز الأمير خالد الفيصل للاعتدال في مدينة جدة، وفي العديد حقيقة من المراكز الآن اللي بدأت تدعو إلى نبذ التطرف وإيضاح الصورة الحقيقية للإسلام وللعروبة، وكيف تكون الشخصية المثالية أو الحقيقية للشاب المسلم أو الشاب العربي. دكتور، بالإضافة إلى المراكز والمؤسسات اللي ذكرتها حضرتك، أي الطرق أو المنابر الأكثر تأثيراً اليوم على الشباب لتفعيل دورهم الإيجابي؟ هل هي وسائل الإعلام، مواقع التواصل الاجتماعي، رجال الدين، أو المؤسسات التعليمية، أم ماذا برأيكم؟ قد يكون اليوم هو المؤثر الأكبر وسائل التواصل الاجتماعية، وهي يعني مفتوحة للجميع والكل يصدر رأيه. فالجميل أنه تبدأ المراكز العلمية وتبدأ الجامعات وتبدأ المنابر يعني تبين كيف يستطيع الشاب أو الشابة اختيار النافع من هذه الوسائل واختيار الأفضل للمتابعة من خلال هذه الوسائل في التواصل الاجتماعي.
طيب شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. حدثنا عبر الهاتف من جدة الدكتور شادي خوندنا، عضو اللجنة الوطنية لشباب الأعمال. في يوم الشباب الدولي لا ينفك الشباب السوري عن سرد قصص التحدي والشجاعة، وقصة شابة نجمة عبد المولى تثبت الأمل، تبث الأمل في بناء مجتمع سليم. نتابعها في سياق التقرير التالي. نجمة عبد المولى ابنة 18 ربيعا رفضت أن تسلم للأمر الواقع، فالنزوح الذي أخرجها من الغوطة الشرقية قبل 4 سنوات وسلب منها حلم الدراسة لم يحجب عنها نور العلم. إن شاء الله من أنه بجتهد وكتير شغلات أنه عم مرك على حالي وهيك أكيد بده يوصلني على حلمي، بس مو مثل أنه بسوريا أنه كنت هلأ دغري وصلت لل البكالوريا وقدمت يعني شهادة وهيك، بس هون أكيد أنا إن شاء الله لأنه عم بشهد وعم شد على حالي وعم بدرس أكيد بده يوصلني يعني إن شاء الله. حلمها منذ الصغر أن تصبح معلمة، وبعدما تقطعت بها السبل ل3 سنوات حرمتها من الجلوس على مقاعد الدراسة، راحت نجمة تعلم الأولاد في المخيم، فجمعتهم تحت السنديانة وقدمت لهم مكتسباتها المعرفية. كلاتنا سوا أبدومين. كان حلمي إني أطلع معلمة، هلا صح تهجرنا يعني من بلد لبلد، كان كتير صعوبة إني حقق هذا الحلم، بس إجيت وحققته هون إني أعلم، وعلمت هون بهي المدرسة. أول ما إجيت لقيتهم عم يلعبوا بالوحل وبهي وبالطين، فحبيت إني جمعتهم تحت السنديانة وبدأت أني أعلمهم الأشياء اللي كنت حافظتها بسوريا، صرت أعلمهم يا هون، والحمد لله 3 سنين تعلموا معي يعني علمتهم عربي وعلوم ورياضيات وقرآن. في الشتاء الفائت قصدت نجمة إحدى المدارس الرسمية في لبنان، وها هي في الصيف تصقل تحصيلها العلمي بدروس إضافية حتى تعوض ما فاتها. وبين واقع تلميذة وحلم المعلمة تخطو نجمة خطواتها نحو تحقيق نفسها، فيما يبقى حلمها الأكبر العودة إلى سوريا. هلا قد ما بوصف لك مو قد وصفي، يعني سوريا قطعة من قلبي يعني كتير بحبها، وبتمنى أن الله يفرج ونرجع عبلادنا كلياتنا إن شاء الله. نجمة كتبت وغنت لسوريا. بدنا تتحسن لظروف ونعمرها بالمعروف، ما في سوري بيرضى يشوف أرض مودة شباب سوريا. في قصة الشابة نجمة حكاية إصرار وتحدي تبشر بجيل شجاع يسعى لبناء مجتمع سوري سليم. تختلف أحلام الشباب السوري باختلاف أحوالهم، والأكيد أن النازحين منهم أحلامهم مرتبطة بالوضع والأمان في سوريا وبالأمل بالعودة إليها. لأخبار الآن تريسي أبي عنطون، لبنان. في أخبارنا الصحية، قال باحثون أمريكيون إنهم أحرزوا تقدما مهما نحو التوصل إلى أول لقاح مستخلص من نبات التبغ في العالم يقي من فيروس زيكا بنسبة 100%. وأوضح الباحثون أن اللقاح الذي يعملون على تطويره يمكن أن يكون أكثر قوة وأمانا وأقل تكلفة. أثبتت دراسة حديثة أن احتضان القطط قد يؤدي إلى إصابة صاحب هذا الحيوان الأليف بعدوى تهدد حياته، وتعرف العدوى باسم مرض خدش القطة الذي يسبب حمى شديدة وظهور بثور ومضاعفات قد تكون خطيرة في بعض الحالات ما قد تؤدي إلى الموت. وأجرى مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة دراسة استقصائية واسعة النطاق عن المرض، كشفت أن القطط الصغيرة والمشردة بشكل خاص تحمل البكتيريا المنقولة عن طريق البراغيث. ذكرت صحيفة تشاينا ديلي نقلا عن مسؤولين في قطاع الصحة أن الصين شهدت زيادة حادة في حالات الإصابة بسرطان الرئة خلال السنوات 10 أو 15 الماضية. وأقرت الحكومة الصينية خلال حملة لمكافحة السرطان استمرت لمدة 3 سنوات أن التلوث البيئي أسهم في زيادة حالات الإصابة بمرض السرطان في أرجاء البلاد. بهذا إذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام الحلقة. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع.
مشاهدينا أشكر لكم طيب المتابعة وأترككم في رعاية الله وحفظه.